تكثيف وتطويل الشعر، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا في تكثيف وتطويل الشعر في أسبوع فقط، فكل ما عليك هو المداومة على هذه الوصفة إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة. فالمكون الأول في هذه الوصفة الخاصة بإطالة الشعر ستحتاجين إلى الألوفيرا، فهذا المكون يعد من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة في إطالة الشعر وعلاج معظم مشاكل الشعر، وذلك لأنه يعتبر مغذي ومرطب وملين لبصيلات الشعر، كما أنه يتغلغل إلى جذور وأعماق بصيلات الشعر ويغذيها من الجذور، مما يجعلها أكثر قوة ومرونة، ويعمل على تجديد البصيلات الشعر التالفة والميتة كذلك. وستحتاجين كمقدار من الألوفيرا في هذه الوصفة لتطويل وتكثيف الشعر إلى 2 معالق كبيرة من الألوفيرا. أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الأفوكادو، فهذا الزيت يعتبر من الزيوت الغنية والمفيدة جدا لفروة الشعر، وذلك لأنه غني جدا بعدة فيتامينات ومعادن تعمل على تغذية بصيلات الشعر. وستحتاجين كمقدار من زيت الأفوكادو في هذه الوصفة لتكثيف وتطويل الشعر إلى ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو. أما المكون الآخر في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت البرتقال، فهذا الزيت كذلك غني جدا بعدة فيتامينات مغذية ومرطبة وملينة لبصيلات الشعر، مما يساعدك على علاج مشكلة تساقط الشعر وكذلك جفاف فروة الشعر. وستحتاجين كمقدار من هذا الزيت أي زيت البرتقال إلى ملعقة كذلك كبيرة من زيت البرتقال. أما المكون الأخير في هذه الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر فهو زيت جنين القمح، فهذا الزيت كذلك معروف عند العطارين على أنه من الزيوت المفيدة لتطويل وإطالة الشعر، وأيضا يعمل على علاج مشكل قشرة الشعر وأيضا جفاف فروة الشعر. وستحتاجين كمقدار من زيت جنين القمح في هذه الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر في أسبوع فقط إلى ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح. بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو خلط هذه المكونات جيدا أي الألوفيرا وزيت جنين القمح وكذلك زيت البرتقال وزيت الأفوكادو جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس، وبعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع فقط. تقومين بتطبيق الوصفة من الجذور إلى الأطراف وتتركينها على الشعر لمدة ساعة بالكامل قبل غسلها بالماء الفاتر. تكررين هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة، وهي تكثيف وتطويل الشعر وأيضا علاج مشكل تساقط الشعر وتقسفه. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بتطويل وتكثيف الشعر، أتمنى أن تجربيها وأن تتركيني في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله.
وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب. ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكثيف وتطويل الشعر، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا في تكثيف وتطويل الشعر في أسبوع فقط، فكل ما عليك هو المداومة على هذه الوصفة إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة. فالمكون الأول في هذه الوصفة الخاصة بإطالة الشعر ستحتاجين إلى الألوفيرا، فهذا المكون يعد من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة في إطالة الشعر وعلاج معظم مشاكل الشعر، وذلك لأنه يعتبر مغذي ومرطب وملين لبصيلات الشعر، كما أنه يتغلغل إلى جذور وأعماق بصيلات الشعر ويغذيها من الجذور، مما يجعلها أكثر قوة ومرونة، ويعمل على تجديد البصيلات الشعر التالفة والميتة كذلك. وستحتاجين كمقدار من الألوفيرا في هذه الوصفة لتطويل وتكثيف الشعر إلى 2 معالق كبيرة من الألوفيرا. أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت الأفوكادو، فهذا الزيت يعتبر من الزيوت الغنية والمفيدة جدا لفروة الشعر، وذلك لأنه غني جدا بعدة فيتامينات ومعادن تعمل على تغذية بصيلات الشعر. وستحتاجين كمقدار من زيت الأفوكادو في هذه الوصفة لتكثيف وتطويل الشعر إلى ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو. أما المكون الآخر في هذه الوصفة ستحتاجين إلى زيت البرتقال، فهذا الزيت كذلك غني جدا بعدة فيتامينات مغذية ومرطبة وملينة لبصيلات الشعر، مما يساعدك على علاج مشكل تساقط الشعر وكذلك جفاف فروة الشعر. وستحتاجين كمقدار من هذا الزيت أي زيت البرتقال إلى ملعقة كذلك كبيرة من زيت البرتقال. أما المكون الأخير في هذه الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر فهو زيت جنين القمح، فهذا الزيت كذلك معروف عند العطارين على أنه من الزيوت المفيدة لتطويل وإطالة الشعر، وأيضا يعمل على علاج مشكل قشرة الشعر وأيضا جفاف فروة الشعر. وستحتاجين كمقدار من زيت جنين القمح في هذه الوصفة الخاصة بتكثيف وتطويل الشعر في أسبوع فقط إلى ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح. بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو خلط هذه المكونات جيدا أي الألوفيرا وزيت جنين القمح وكذلك زيت البرتقال وزيت الأفوكادو جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس، وبعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع فقط. تقومين بتطبيق الوصفة من الجذور إلى الأطراف وتتركينها على الشعر لمدة ساعة بالكامل قبل غسلها بالماء الفاتر. تكررين هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة، وهي تكثيف وتطويل الشعر وأيضا علاج مشكل تساقط الشعر وتقسفه. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بتطويل وتكثيف الشعر، أتمنى أن تجربيها وأن تتركيني في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة.
وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب. ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.